تدور رحى الحرب في اليمن منذ الانقلاب والاجتياح بلا توقف، بينما تدور على ألسنة الأطراف المحلية والإقليمية والأممية عبارات السلام والحلول السياسية والمحادثات، وأحيانا يطلقون عليها المشاورات ضمن مسلسل التلاعب بالمصطلحات. لا أفق للحرب يدور إلى اللحظة باستثناء العنوان العريض استعادة الدولة اليمنية. حتى الحلول السياسية التي بات الحديث عنها موسميا هي الأخرى أصبحت ضمن التداولات الفارغة من المضامين، بعد أن تنصلت ميليشيا الحوثي عن مشاورات جنيف وغابت الإدانة الأممية الواضحة لمسلك الميليشيا. تضع الميليشيا التي انقلبت على الدولة اليمنية والعملية السياسية شروطا معقدة للمشاورات السياسية، وهذا بدوره يهدر فرص إيجاد حلول للسلام وإنقاذ ما تبقى من بلاد اسمها اليمن دولة ومجتمع. آخر تلك التعقيدات حولت جولة المشاورات في جنيف من فرصة للسلام إلى فقاعة للحرب. تباينت ردود الأفعال إزاء تقاعس ميليشيا الحوثي عن جولة المشاورات في جنيف، إلا أنها لم تكن ردودا حازمة تجاه ميليشيا تلحق الأذى بالسلم اليمني والسلم الإقليمي والسلم الدولي، وهي الميليشيا ذاتها التي تنصلت عن القرار الأممي 2216 وبيانات مجلس الأمن ذات الصلة. السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر من جهته أوضح أنه بات من الواضح رؤية عدم رغبة الحوثيين في التخلي عن فرض شروط مسبقة لمشاركتهم في مشاورات السلام بجنيف، الأمر الذي أهدر فرصة إنقاذ الوضع في اليمن وفتح آفاق الأمل للشعب اليمني. باتت الحرب وإيقاعها وخطابها السائد هو عنوان اللحظة اليمنية، إلا أن التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات يبرز كعصا غليظة توضع في عجلة التحرير واستعادة الدولة، وتفتقر الشرعية إلى رؤية التحرير التي تبدو كما لو أنها ضمن ممنوعات التحالف.